اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. النهارده التشكيله والتنوع في المطبخ مطلوب، تنوع في الخضروات، في اللحوم، في البروتين. عندنا مشتقات كتيره ان احنا نقدر نطلع القيمه الغذائيه اللي بيحتاجها كل عناصر الجسم سواء الصغير او الكبير. معانا النهارده الترلي. ترلي اكله جميله فيها تشكيله من الخضار من خير ارضنا مع لحمه مفرومه مع فراخ ايا كان. تعالوا نشوفوا مدرسه الترلي بتتعمل ازاي مع اللحمه المفرومه الضاني بنسبه دهون تقريبا ل 30 ل 40%. معايا النهارده كمان شويه رز بالكاري. رز بالكاري طبعا ده مدرسه، البرياني، المندي، الكبسه. رز بالكاري هنعمله مع الجزر مع فليفر مع توابل لطيفه وجميله، اهم حاجه التوابل العربيه اللي هي بتطغى على الرز بالكاري والطعم العربي. اما الحلو النهارده للامانه بسيط وسهل وانا شخصيا بحبه، تبقى وجبه فطار مدعمه بالبروتين اللي هو عجينه الكريب. عجينه الكريب يعني بروتين من داخل في صفاتها طبعا البيض الزبده زي ما احنا عارفين، ولكن معايا فراوله. الفراوله دي مش طازه، فراوله مجمده، هخليكي تستخدميها ازاي مع عجينه الكريب وتعملي لاولادك احلى فطار او احلى عشاء لطيف جميل مع كوبايه عصير. مش عايز اطول على حضراتكم لان عندي شغل كتير في الحلقه بجد، وفيها افكار طهويه اكتر ما هي قيمه غذائيه عاليه كمان، وفي نفس الوقت كمان القيمه الماليه نقدر ان احنا كلنا نعمل الحاجات ديت بطريقه بسيطه وسهله. استاذن حضراتكم نطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. انا عايزك تخش المطبخ كده رايقه وفايقه باقل تكلفه ممكنه، ممكن تقدري تعملي طبق مختلف ومتميز وفي وسط العائله تبان انك انت شطوره في المطبخ. يعني نفس الكلام، معانا لحمه مفرومه، معانا جزر، ومعانا كوسه، ومعانا بطاطس، عصير طماطم. التركيه بتاعه المغازي لعمل طاجن ترلي باللحمه المفرومه، معلقتين من الشعريه. هتستخدمهم ازاي وهنضيفهم ازاي؟ الكلام ده هنشوفه في تفاصيل الاكله بتاعتي. معانا لحمه مفرومه، ومعانا جزر وكوسه وبطاطس وشعريه وبقدونس وبصل وتوم، مكعبين من الزبده وزيت لتحمير الخضار. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. بنقطع البطاطس مكعبات صغيره بالشكل ده كده. اللحمه المفرومه طبعا بنعمل كفته عاديه خالص، ولكن بتفرمها ناعم جدا. انا عايز اللحمه المفرومه فرمتها طبعا في الفاصل ناعم جدا. باخد البطاطس بالشكل ده كده تحميره في قلب الزيت. دايما لما تقشري بطاطس يا ست الكل يا امي دايما تحطيها في ميه، لعل وعسى نتعزم على الغدا نتاخر شويه في المطبخ تبقى البطاطس هنا ان احنا ما خسرناهاش وحافظنا على شكلها ولونها. بطاطس بالشكل ده كده بنحمرها شويه في الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا مع السلامة. تشكيلة الخضار بتاعنا الكوسة بنقطعها نفس التقطيعة تقريبا. الترلي لوحده مدرسة، البعض بيدخل فيه القرع العسلي، بيدخل فيه أنواع من الخضار كتيرة، فلفلة ملونة حسب الرغبة. أنت عندك كوسة وعندك بطاطس وعندك ممكن تدخلي سبانخ، حط فيها مشروم، مشروم بروتين نباتي لطيف وجميل. الكوسه الكبيره بتاخدها نصين بالشكل ده كده. طبعا يفضل ان الخضار بتاعك يكون طازه. واحنا شغالين مع بعض دايما اطباق الخضار بتاعتك تكون متنوعه لان الاطفال على السفره بيحبوا الالوان الحلوه. على قد ما تقدري اهو دي الكوسه، الجزر بالشكل ده كده. انا شخصيا بحب الجزر جوه اللحمه المفرومه مثلا او جوه الصلصه، بيبقى طعمه لطيف، سكريات مع حموضه مع فليفر بالتاكيد بيكون له طعم تاني خالص. طب اللحمه المفرومه يا مغازي دي بقى هتستخدمها ازاي؟ هي دي بقى الموضوع وهي دي الحكايه اللي هنتكلم عليها دلوقتي. ده مطلوب، بس خلونا اقطع الجزر ده كده واخلص من المرحله بتاعت التحمير دي كده. بننزل برده في قلب الخضار. يا ويلي يا ويلي، كل ده مع بعضه، يلا مع السلامه. حلو قوي، هنروق الدنيا دي كده اول باول، مطبخك يكون رايق يا ست الكل. وهناخد اللحمه المفرومه دي نقطعها مع بعض دلوقتي كور صغيره كده. المدرسه بتاعت الترل النهارده مختلفه، وقولوا معايا حقوق الطبع لدينا وبس.
هتستخدمها ازاي؟ بحط نقطتين زيت على البلانشة بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده. حلو. وعندي حتة اللحمة فرمتها في الفاصل للأمانة عشان صوت الخلاط ما يزعجش حضراتكم. حطيت عليها شوية بهارات. حطيت عليها بصلة ناعمة. باخدها بالشكل ده كده. واعملها زي الايه؟ قد البيضه مثلا، اه بالشكل ده كده اهو. هتعمل ايه يا عم الشيف؟ دي لا هتخش الفرن تتحمر ولا هتتقلي في الزيت. الطريقه الجديده دلوقتي هنستفيد بالفليفر بتاع اللحمه مع التوابل في قلب الطاجن بتاع الطرن. طريقه جديده مختلفه، وعايزك دايما تكوني مميزه جوه العيله وجوه الاسره بتاعتك بانك بتعملي الاطباق، ممكن على طريقه المغازي، على طريقه اساتذتنا الشيفيه اللي بنشوفهم وكل حاجه، ولكن انت لازم يكون لك التركايه بتاعتك، ليكي لمساتك في المطبخ. تقولي انا اللي بعملها وبس، انا بس اللي بحط روزماري في تحمير اللحمه، انا بس اللي بحط توم في الصلصه، وهكذا. بالشكل ده كده. بسم الله ما شاء الله ربنا مبارك اهو. عشان ما تفكش منك الكفته دي ممكن تحطي جواها كده معلقه دقيق صغيره او معلقتين من البرغل، مفيش مشكله. تمام زي الفل. معايا صوص طماطم بيغلي على النار، معايا كاسرولا. بجيب الكاسرولا اللي انا اقدر اقدمها على السفره بتاعتي، ده المطلوب. طواجن الطرلي، دايما الطواجن الصينيه اللي هتقدمي فيها بتكون هي جاهزه. صوص الطماطم بتاعي بيغلي على النار. نبص على قوامه كده، مخرجنا الجميل فيه الزعتر فيه الروزماري اهو بالشكل ده كده. جبت طماطم ضربتها في الخلاط، بصلايه ناعمه، تومه ناعمه، طماطم متسبكه من الاخر، او صوص طماطم بتاع البيتزا، صوص طماطم بتاع صينيه البطاطس باللحمه، وهكذا اهو. ده جاهز، مظبط التوابل بتاعته. اخبار الخضار ايه؟ هو ده اللي انا عايزه زي ما هو كده. الكسرلة بتاعتي جاهزه اهيت. بسم الله الرحمن الرحيم. تشكيله الخضار بالشكل الحلو ده كده. الله، ايه الشكل الحلو ده يا عم الشيف؟ ايه الروقان ده؟ خليها هنا كده ونقلب الخضار مع بعضه كده. بطاطس، كوسه، جزر، شوية بقدونس حلوين في قلب الخضار كده، أو ريحان أخضر زي ما أنت عايزة حسب الرغبة بالشكل ده كده. حلو يا عم الشيف. طب اللحمة هنستخدمها إزاي؟ هو ده الكلام. معايا صوص الطماطم بتاعي اللي على النار، النظافة مطلوبة في مطبخك. هناخد صوص الطماطم ده يا عم الشيف، نسقطه. حلو قوي بالشكل ده كده. الله، دي جديدة يا شيف، يعني نقول صينية خضار بالطماطم؟ لا، نصبر شوية على رزقنا عشان ربنا يكرمنا. متستعجلش على رزقك، جاي جاي. شفت أنا عملت إيه يا ست الكل؟ كل الطماطم دي والخضار ده كده أهو. الله، طبعا طماطم متسبكه ومديها الطعم والفليفر. بهزها هزه كده، شفت الشكل ده كده؟ انا عارف انت بتقول ايه دلوقتي، شطار شطار يا امي يا اختي يا ست الكل. شفت الجو ده كده؟ كل اللي انا اعمله دلوقتي اخدها كده. الله عليك، الله عليك وعلى والدي. ودرجه حراره الفرن عندي 180، بدخلها الفرن بالشكل ده كده، ونتفرج على احلى صينيه تورلي باللحمة المفرومة بالخضار بطريقة جديدة. شفت الجو ده كده؟ الله، اه يلا بينا على الفرن، يلا بينا على الفرن. ايه الحلاوة دي؟ عينيا اهو اهو. بيقولوا لي عايزين نطلع فاصل، شفت لازم نسمع الكلام. شفت الروقان ده كده اهو. درجة حرارة الفرن كام يا عم الشيف؟ 180، بس لازم اعمل التركايه المعتاده دي. زبده، باخد الزبده دي كده كده. شفت الجو ده كده؟ هو ده اه.
دي بتدي لون برونزي للحمة، تديها تيست، تديها طعم، واحنا شغالين كده حتة حتة صغيرة كده على كل قرص من الكفتة دي كده عشان التحميرة مع رشة زعتر لطيفة. هو ده وش الطاجن التورلي بتاعي اللي انت مش هتلاقيه في مكان ولا في بيت ولا في مطعم غير عندك انت وبس. وانا شغال كده اهو. الزبده دي تفرق يا شيف؟ جربيها بس كده وقولي لي رايك فيها ايه. زي ما انا شغال كده على كل قرص من دول. هي دي التركايه، هي هو ده الجديد. درجه حراره الفرن عندي 180 زي ما هي كده يا عم الشيف. رشه الزعتر الجريئه فين؟ معانا زي الفل اهيت. تمام. شويه بقدونس حلوين. يلا بينا. يلا اللهم صل على النبي. هو ده. دي مكانها فين في الفرن بقى؟ اذا عند الخضار تقريبا نص سوا، صوص الطماطم بتاعي متسبك وزي الفل، درجه حراره الفرن عاليه معايا، الكفته هنا عايز احمرها بطريقه شيك وتاخد الشكل البرونزي، هندخلها مع بعض الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجه جديده. بسم الله الرحمن الرحيم. وباين الخير فيها، اول ما تقدمها لضيوفك كده بيبقى الكفته ايه جه؟ ايه الصوره الحلوه دي؟ صورة فيها محتوى علمي، محتوى طهوي من الفكر الطهوي والإبداع الطهوي. صينية زي ديت فيها خبرة طهوية وفيها كل القيمة الغذائية العالية. محتاجة إيه؟ رز بشعرية ولا محتاجة رز أبيض ولا برام رز معمر؟ أنا هعمل دلوقتي شوية رز بالكاري إنما حكاية والأول مرة أعملهم. نفتح الفرن ونبص على الدنيا معانا أخبارها إيه؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا لا، صلي على الحبيب، خش بقلب جامد. شوف الكفتة عامل عمايلها ازاي، ممكن اوريها لحضرتك كده، بص عليها اهي. تفك مين يا راجل يا طيب؟ انت بتهزر ولا ايه؟ قول لي. شوف الزبدة اللي انا كنت حاططها على اللحمة عملت ايه؟ شفت الجمال ده كده؟ ادخلها تاني؟ ادخلها تاني. اهي. سيبها طبعا تتحمص زي ما هي كده. نقوم نعمل ايه بقى؟ عايز اشوف الكفتة. اهي يا فندم. بص عليها في الفرن بالله عليك. بص على الحلاوة، بص على الشقاوة. مكانها هنا، عينيا الاتنين. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. دي موسوعة من العلم الطهوي. نعمين. حاضر. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ حلقتنا النهاردة بساطة، سهولة، مرونة. قدرنا نعمل رز بالكاري بمدرسة المغازي، عملنا صينية التورلي باللحمة المفرومة بطريقة مختلفة، شايفينها ازاي فيها الخير والبركة، والبركة بتاعت الكفتة باينة كده في قلب الصينية زي الفل لضيوفك الحلوين. والحلو بتاعي بسيط وسهل، تكلفته قليلة جدا، كيس فراولة طلعته من الفريزر، عجينة الكريب عملتها في البيت، ولكن الشكل والمضمون مختلف. يعني نقول مع بعض رؤية فن إبداع، بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.